مصر التاريخ. عاشت وبقيت أم الدنيا، منبع التاريخ وأصل الحضارة الإنسانية. هنا على أرضها الطاهرة عاش رسل وقديسون ورهبان، وقال عنها المولى الكريم: بها خزائن الأرض، وبها الوادي المقدس طوى، وبها تجلى المولى وكلم سيدنا موسى، وقال عنها البلد الأمين، وهي البلد الوحيد التي ذكرت صراحة في كل الكتب السماوية، وبها خير أجناد الأرض. على أرضها بدأ كل شيء: الزراعة والصناعة، الطب والهندسة والعمارة، الورق والكتابة، الميزان والعدالة، الحكم والحكومة، التشييد والبناء. هنا ولدت الحضارة والتوحيد بالإله الواحد الأحد. وقد قادت بواجبها نحو البشرية على طول التاريخ، وما زالت تقول: قرون تجري في إثر القرون، عوالم تولد ثم تموت، ومصر تبني وتنشئ، تعمر وتكتب وترسم، تنشد وتصلي، تتألق وتتوهج، تخبو ثم تتألق وتتوهج، تعلم الجميع وترتقي بالبشرية للأفضل. إنها مصر، مصر الحضارة والتاريخ. حكاية جميلة من ألف فصل مضى وألف فصل قادم بإذن الله. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مصر التاريخ. احنا النهارده في معابد فيلوس او فيلا، معكم مصطفى سيد مفتش اسرار معابد فيلا. النهارده هنتكلم برضو هنستكمل شرح معابد فيلا. بنشوف طبعا المبنى الجميل ده اللي اسمه بير ميست. بير يعني بيت، ميست يعني ولادة، بيت الولادة، أو كانوا بيطلقوا عليه اليونانيين ما ميزي، ما يعني بيت وميزي اللي هو إيه الولادة. فطبعا ده كان أكذوبة، يعني كان لازم اليونانيين الرومانيين يعني يستعطفونا أو يعني يجونا من ناحية الدين عشان خاطر يعني يأمن خطر المصريين، وعشان خاطر برضه يحكموا مصر بسهولة عشان يبينوا هم يعني متدينين زينا. فكانوا بيرسموا وبيكتبوا في كل معبد زي كده وبينحتوا يعني إن هم أبناء لإله إيزيس، إذا هم مصريين، إذا ليهم الحق في حكم مصر يعني. فطبعا المصريين القدماء كانوا مش بيصدقوا هذه الأكذوبة، عشان كده المصريين القدماء عملوا يعني ثورات ضد الحكم اليوناني الروماني لغاية الآخر، يعني بداية من الملك بطليموس الثالث. وهنا بنشوف طبعا كان في زمان هنا مسألة للملكة كليوباترا اللي هي السبعة اللي هي العظيمة، كانت بتاخد يعني ما اللي هو التايتل أو اللي هو اللقب بتاع ورت، ورت يعني العظيمة أو الهامة، ودكت هي في إنجلترا. وهنا برضو في لوحة جميلة جرانيتية من الجرانيت الأحمر. طبعا الجرانيت كان زمان حجر ملكي زي الألبستر وزي البازلت، فالجرانيت طبعا كان لونين يعني أحمر وكان أسود يعني. فالأحمر زي ما قلنا كان معناه دشر يعني زي برضو الدم أو اللون الأحمر، والأسود كان اسمه كم، حتى لو قلت كم كم أو يعني مثلا الستات الكبار يشتموا العالم الصغيرين يقول لك يا كم يعني مطين يعني أسود يعني فجر يعني. فأنا بشوف طبعا هنا بشوف كذا كان يعني زي كذا، دي كانت أرض إداها واحد من الناس الأغنياء كهبة للمعبد، يعني كإيه تبقى تبع المعبد ياخدوا المعبد دخله عشان يصرف على إيه الكهنة ويصرف على إيه الطقوس اليومية. وهنا بنشوف الصرح الثاني للمعبد اللي هو طبعا احنا لغايه دلوقتي بنشوف الملك اهو بطليموس الثامن، ده كان ملك طبعا قاتل يعني، وحارب اخوه بطليموس السادس، وبعد كده لما انتصر على اخوه قتل ابن اخوه بطليموس السابع وقطع راسه عشان خاطر يعني يخوف بيها ام بطليموس السابع اللي هي مرات اخوه، وعشان خاطر يجبرها ان تتجوزه. فهو طبعا اتجوز الام كليوباترا الثانيه وبنتها كليوباترا الثالثه، يعني جمع بين الام
والابنه، تمام؟ يعني جوز مرات اخوه وبنت اخوه، تمام؟ هو كان طبعا ملك فاسد وملك عنيف، وكان طبعا بيجمع كثيرا من الضرائب من المصريين، عشان كده المصريين كانوا بيكرهوه. يعني بطليموس الثامن اللي هو اورجيتس الثاني، احنا مش طبعا الملك ده هو بيتعبد، لما احنا نتعبد دلوقتي او نخش الجامع بيخش بين اليمين، اليمين بتعبر عن العباده وعن السلام وعن الخير، فيقول لك حتى تيمم نخش بين اليمين، يعني تيمم ده من السنه او من الدين يعني، فشيء كويس. انا برضو لازم نخش الجامع، نخش حافيين حافيين الاقدام يعني، عشان كده طبعا الجامع كان مقدس، فالمعبد كان مقدس. المعبد كان زمان اسمه بير نيتشر، يعني بيت الاله، بيت الرب، زي الكنيسه والجامع دلوقتي مكان العباده، فكان لازم يدخلوه حافيين من غير يعني احذيه. فهنا بشوف طبعا الملك بيتعبد لمين؟ بيتعبد لله حورس ومراته حتحور. لغايه دلوقتي احنا برضو عندنا نفس العاده الفرعونيه، لما احنا بنطلع من البيت يمشي الراجل الاول، بعد تمشي مراته، او بعد كده يمشي وراهم الاطفال. ما ينفعش زي الاوروبيين، الاوروبيين عندهم العكس، يعني مثلا في العاده بتمشي الست بعد كده الراجل يمشي وراها اللي هو جوزها يعني، بعد كده الاطفال. فهنا لا طبعا احنا بنقول في القران برضو في معناه ان الرجال قوامون على النساء، فاذا طبعا لازم يكون الراجل هو يعني هو رب الاسره، هو القائد، هو الحامي، عشان كده يمشي الاول، وبعد كده مراته تبقى يعني تبقى ورا، زي ما بنقول كل ورا كل رجل عظيم امراه يعني. فانا الاله حورس هو اله الحمايه، الصقر لابس التاج الدبل اللي هو المزدوج، يعني كان اسمه سخمتي. سخمتي يعني ايه؟ القوتين، قوه الجنوب وقوه الشمال، او قوه الصعيد وقوه الدلتا. ملكه مراته حتحوره اهي في الهيئه الادميه، بس طبعا يعني هنا ايه عليها قرن البقره وقرن الشمس في النص، وعليها برضو إيه النخبه اللي هي انثى العقاب اللي هي الهه ايه الجنوب. وطبعا هنا الملك بيقدم زهره بردي او نبات البردي لمين؟ لله حورس ومراته حتحور. وطبعا على طول هنا بكون مثلا الملك كانه يعني ذكر، وبرضه لله يعني هنا في ايه دير الطور بيعبر على القوه يعني. طبعا لازم الملك طبعا يعبر على قوته، ان هو برضه كان بيصطاد الطيران، وكان برضه كان في يعني ايه دير الطور بيعبر ان هو يعني قوي زي الطور. وانا بشوف المميز اللي هو كان اكذوبه دينيه، يعني كان بيعبر عن ان اليونانيين الرومانيين اتولدوا عن طريق الاله ايزيس، فدي كان اكذوبه يعني عشان يبين ان هم يعني بيحبوا الهتنا وان هم مصريين، ان هم اتولدوا عن طريق الاله ايزيس الاله العظيمه، عشان يخاطر يعني يثبتوا او يؤكدوا يعني حقهم في الحكم المصري، تمام؟ احنا بنشوف طبعا التيان الحضاريه ثاني زي ما شرحناها، وبنشوف طبعا المسيحيين. المشكله الديانه المسيحيه دخلت مصر سنه 67 ميلاديه، في الوقت ده كان مصر دوله رومانيه، الرومانيين والفراعنه واليونانيين كانوا بيعبدوا الهه كتنين واحد الخيال، لما لقوا في دين عظيم، دين الله الواحد، دين سماوي، وطبعا في كتاب مقدس، كتاب عظيم، الكتاب اللي هو او الانجيل يعني، اللي مش بيفرق بين الابيض والاسود او الست والراجل، وفرق مش بيفرق طبعا بين يعني الغني والفقير، فكل الناس سواسيه قدام ربنا. فيعني ابتدوا الرومانيين يبقوا متضايقين من الدين ده، عشان مش عايزين دين واحد، هم مش عايزين اله سماوي، عايزين اله مختلفه، عشان طبعا يعني الدين السماوي ده هي بتاع الاله الواحد، كان هيلغي كل سلطه الملوك والاباطره والكهنه والمرتزقه اللي كانوا بيسترزقوا عندنا الدين يعني، وكان برضه هيقفل المعابد كلها وهيلغي القرابين وهكذا. فعشان كده الرومانيين كانوا في قمه يعني ايه الشراسه ضد المسيحيين اللي كانوا من الاقليه، وكانوا هم طبعا يعني ايه ضعاف، عشان كان الرومانيين كانوا بيضطهدوا المسيحيين، كانوا بيضربوهم ويحرقوهم ويذبحوهم. فالمسيحيين يعني هربوا للصحراء عشان خاطر يختفوا هناك، بعيد من النيل، بعيد من النيل، بعيد من الرومانيين، عشان يبنوا هناك اديره. فمع الوقت يعني بقت الدين المسيحيه تنتشر، فيعني في 395 ميلاديا المسيحيين بقوا هم الاغلبيه، فغيروا اسم مصر من كلمه معناها الارض السوداء اللي هي طبعا فيها طمانير كتير، وسموها يعني جبه، جبه اللي هي يعني ايه مسيحي او قبطي يعني، تمام؟ هو القبطي هو المسيحي المصري، فقبطي يعني مصري مسيحي او مسيحي مصري، فكلمه ايجيبا ايجيبت في زي ما بقول في العالم في الانجليزي يعني بقت ايجيبا بقت ايجيبت. فاحنا بنشوف طبعا هنا بعد كده المسيحيين طبعا يعني بقوا هم الاكثر، وهم هم الاغلبيه العظمى. فالامبراطور العظيم جوستينيان في 395 ميلاديا قفل كل المعابد، وابتدى ان هو يبني كنائس عظيمه كبيره عشان خاطر يخلي الدين المسيحيه هي الديانه الرئيسيه في كل المملكه او في كل الامبراطوريه الرومانيه. فدي كانت نهايه الطقوس وكانت نهايه العباده الفرعونيه عن طريق جوستينيان الملك العظيم او الامبراطور العظيم الروماني.
هنا بنشوف طبعا يعني لوحه جميله من الجرانيت الاحمر، والجرانيت طبعا كان في ايام الفراعنه حجر ملكي زي البازلت والالاباستر. فطبعا اللوحه دي يعني ملخصه اللي بتقول فيه كان احد الاثرياء حب ان هو يعني يعمل هبه للمعبد، فتبرع حته ارض كقطاع يعني عشان تبقى منفعه عمل المعبد، حتى يعني المعبد كان مسؤول عنها وياخد يعني ايه تبع المحاصيل ويصرفوه على الطقوس ويصرفوه على الكهنه. ده من ايام بطليموس السادس اللي هو كان اخو بطليموس الثامن اللي فوق. وطبعا هنا كان في برضه مسله جميله كان بتاعه الملكه كليوباترا العظيمه اللي هي السابعه، هي الوحيده اللي حكمت مصر مده 20 سنه، لكن سته كليوباترا التانيين كانوا زوجات ملكيات يعني ما كانوش بيحكموا، بس كان هي زوجه الملك يعني بس مش اكتر. فطبعا المسله معناها ابره يعني باللغه اليونانيه اوبليسك يعني ابره، وسموها الفراعنه تخن يعني تخين او ثمين، وده بيقول عليه مسله يعني جايبه كلمه حرف او فعل يسل، يسل يعني يخيط يعني. وكان برضه كان هي زي مأذنه الجامع وكان زي برج الكنيسه مكان عالي او جزء عالي يورينا فين المعبد يعني، كان هي كان ايه كقائد او كان يعني كعلامه او رمز تورينا مكان المعبد. طبعا المسله اللي احنا بنشوف ان هي في الاول كانت القمه الهرميه الفعل، المسله دي بتعبر عن الابديه والخلود وعن الخلق زي الله راع يعني. فطبعا كان القمه دي مغطاه بالذهب او الكتروم او فضه يعني عشان خاطر على طول يعني مضيئه، عشان خاطر يعني زي دلوقتي احنا بنشوف ان في كل مزار الجامع وفي كل برضه برج كنيسه بيكون في لمبه عشان تنور بالليل. فنفس النظام عشان خاطر مسله يعني تورينا مكان المعبد او تعرفنا المعبد فين بالليل، كان طبعا بتشع عن طريق انعكاس ضوء القمر على القمه الهرميه المغطاه بالكتروم او بالذهب. وطبعا يعني في الصبح عشان خاطر طبعا هي عاليه جدا فكان الواحد بيشوفها بسهوله. وده بنشوف طبعا بعد المخازن كانوا بيستخدموها الكهنه يعني تخزين كل الاشياء الضروريه. طبعا ده اي جامع او اي كنيسه او مكان بيكون في مثلا او مخزن، فالمخزن بيحطوا فيه كل الاشياء الضروريه للقيام بالاعمال اليوميه وبالطقوس الدينيه والاحتفالات يعني، مثلا زي مثلا اوراق البردي، زي مثلا التماثيل، العطور، وكل شيء كان يحتاجوه اثناء ايه الطقوس. برضه بالاخص يعني الاكل والشرب، عشان طبعا ده كان حاجه مهمه ان هم يقدموا قرابين لتمثال الاله مرتين في اليوم. طبعا هنا برضه يعني اعظم حد في مصر القديمه كان هو الفنان العظيم الطبيب المهندس المعماري والساحر والكاهن إمحتب. إمحتب كان اسمه زمان إمحتب يعني الآتي في سلام، فما لازم نقول عليه إمحتب يعني. طبعا هو ده يعتبر يعني من قلة الناس العاديين عامة الشعب اللي بيجي إله بعد موته، عشان طبعا هو كان يعني أفضل إله، أفضل طبيب وأفضل مهندس وأفضل كاهن وأفضل ساحر في أثناء حكم الملك زوسر اللي هو كان اسمه جسيرو أو كان اسمه نثريخت. نثريخت يعني إيه؟ الجسد الالهي، وجسرول اللي هو المقدس يعني الملك زوسر. طبعا هو كان قبل الاسره الثالثه ما كان إمحتب يعني عايش في الاسره الثالثه القديمه، كان كله بيستخدم الطوب الاخضر عشان يبني بيه المعابد ويبني بيه المقابر ويبني بيه البيوت. طبعا الطوب الاخضر معروف ان هو او الطوب اللبن يعني معروف ان هو ضعيف، فكل الاشياء او كل المباني اللي اتبنت قبل إمحتب يعني ايه اندثرت واتكسرت وفقدت. لكن لما جاء إمحتب عمل الانجاز العظيم ان هو اول واحد في التاريخ او في العالم كله استخدم الحجر الجيري اللي هو كان منحوت من محاجر ترى عشان خاطر يبني بيها اول مبنى حجري في العالم اللي هو هرم سقرة المقدس، هرم سقرة المدرج. والهرم طبعا كان يعني ايه يتكون من ست مراحل او ست مصاطب يعني، فطبعا كل مصطبه بتبقى اكبر من اللي فوقيها عشان تبقى يعني ايه خفيفه على أساسة المعبد أو خفيفة على القاعدة تحت المعبد يعني. والهرم ده طبعا يعني كان ارتفاعه 59 متر، وطبعا كان 6 طوابق يعني هو كان يعني يشبه شبه شروق الشمس ويشبه برضه غروب الشمس، ده يعني كده تعبد أو بداية عبادة الله راع إله الشمس. برضه سلسله الاساطين اسطون يعني يتكون من حجم اكبر من العمود، العمود بيكون يعني صغير كده، الاسطون بيكون 3-4 مرات اكبر، بيعبر عن الضخامه والعظمه والهيبه يعني. لان المكان ده اول مكان مغطى في المعبد يعني فيه سقف عشان خاطر يصلوا فيه الناس الاغنياء بس، ممنوع الناس الفقراء اللي هم عامه الشعب انهم يصلوا على الناس الاغنياء يعني. فاحنا بنشوف طبعا الاساطين دي كلها بتعبر عن اتحاد مصر يعني، هو البردي فوق
بعبر عن الشمال، ولوتس تحت بعبر عن الجنوب. هنا برضو بنشوف على الحيطه طبعا ناس كتير، يعني ناس مثلا كان اثريين او ناس اغنياء زي اباطره او ملوك بيكتبوا اساميهم على الحيطه بعد ما يزوروا المعبد، يعني انت تخليد الذكرى يعني عشان يبين ان هم نجوا المعبد ده من زمان قبل يعني ايه قبلنا. فطبعا كان في اجانب وفي مصريين يعني وفي عرب. فاحنا بنشوف طبعا في السقف فوق اللي لها نخبه اللي هي انثى العقاب اللي هي رمز الحمايه في الصعيد. وطبعا هنا الجعران، الجعران ده معروف ان هو يعني اول يعني حشره بتتحرك لما الشمس بتشرق، فهو الجعران ده كان رمز ايه ولاده الشمس او رمز ايه الطفوله عند الشمس او رمز الولاده. فعشان طبعا برضو فضلات الجعران يعني برضو مدوره شبه ايه كرس الشمس، عشان كده الجعران ده كان اسمه خبري اللي هو الحدث اللي هو الصغير لسه مولود، يعني هو كان بيعبر عن مشرق الشمس في الصبح الفجر يعني. فالشمس طبعا بتتكون من ثلاث مراحل من الحياه زي الانسان يعني، فهنا الولاده اهو ده الجعران والطفوله، بعد كده ما بيبقى الشمس قويه جدا في الظهر يعني بتبقى الشمس قويه جوا في الذروه بتبقى قويه جدا. فده كان بيمثل الرعع اللي هو الكبير زي ترعرع يعني كبر يعني اللي هو العظيم والكبير الشاب يعني. ولما الشمس تشرق خلاص كده بعد كده شرقت وهتغرب يبقى ده اتوم. اتوم دي كلمه تم، تم يعني انتهى او كمل يعني، عشان كده لها اتوم هو المعنى الكامل والمنتهي. عشان كده طبعا دي اخر يعني مرحله للشمس ان هي مرحله الغروب. حتى كلمتين يعني منحني يعني او متني بالفرعونيه. وطبعا هنا كان بيمسك عصا عشان العصا بتعبر عن يعني ايه صعوبه المشي او بتعبر عن السن المتقدم. وهنا بشوف طبعا الصليب عشان خاطر المكان ده كان استخدم ككنيسه ايام المسيحيين قبل بنايه المعابد الكبيره، قبل بنايه الكنائس الكبيره. فكان المسيحيين بيستخدموا المعابد ككنيسه عشان ما يخلوش اي حد يصلي للالهه الوثنيه دي، وعشان خاطر حول المعبد من معبد الكنيسه عشان خاطر يبين ان هو ده المسيحيه الديانه الرئيسيه في مصر وهي الديانه الوحيده والافضل يعني. هنا دي اسمها وسخه حبيت، وسخه زي كلمه وسعت يعني حاجه واسعه وسعاه يعني زي صاله كده او مكان يعني ايه مكان كبير متسع جدا عريض وطويل يعني عشان خاطر يقوموا بالاعياد هنا والاحتفالات والصلوات. فالمكان ده كان مكان هو مغطى يعني فيه سقف عشان يبقى فيه ظل اكتر عشان خاطر المكان ده قصر على الناس الاغنياء بس يصلوا فيه، ما كانش ينفع يعني الناس الفقراء اللي هم اللي يجلسوه عامه الشعب ان هم يصلوا مع الناس الاغنياء. فاحنا بنشوف طبعا العباده طبعا نفس النظام على طول بتوحد او بتعبر عن اتحاد مصر يعني. هو البرد فوق ده الشمال واللوتس تحت ده الجنوب. وطبعا بشوف ان كان في الاول في عمودين هنا زي كده او اسطونين يعني اسطون هنا واسطون هنا، بس المشكله المسيحيين كسروا الاسطونين دول عشان يبقى عندهم ايه مدخل كبير او يعني صاله كبيره تكفي عدد اكبر من المصلين اللي هم كانوا بيستخدموا المعبد ككنيسه. عشان كده بشوف كل حته عليها صليب زي ما هنا شايفين اهو. فطبعا بشوف هنا برضو اللغه الفرعونيه القديمه دي احلى لغه في العالم واجمل لغه في العالم لان لغه الفن. عشان المعبد طبعا كبير بيتكون من 10 معابد مع بعض، والمعبد طوله 400 متر وعرضه 65 متر، فصعب ان احنا نغطيه في حلقه واحده. فان شاء الله كده في استكمال الحديث في الحلقه القادمه ان شاء الله. الحضارة المصرية أهم حضارات العالم القديم وأعظم حضارات التاريخ. أدت مصر دوراً ذا شأن في تاريخ الحضارة لم تؤديه أمم ذات مساحات شاسعة. إنها مصر التاريخ. تلك لمحة عن دور مصر عبر التاريخ، ليس فقط في قارتها أو محيطها، ولكن دورها في العالم والكون لخدمة البشرية. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مصر التاريخ.